بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالعقد ولا يجوز التصرف فيه، لكن الذي بيع بطريقة أخرى، يعني لا يباع بكيل ولا بنحو الكيل، هذا هو ما عدا المكيل ونحوه، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ما عدا المكيل ونحوه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. واضح؟ المكيل ونحوه لا يجوز أن يتصرف فيه المشتري ببيع أو هبة أو إجارة أو إلا بعد أن يقبضه. أما غير المكيل ونحوه فيجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي من ضمان المشتري، ما لم يمنعه بائع من قبضه، ما لم يمنعه بائع من قبضه. فإذا إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه يكون من ضمان المشتري، إلا إذا كان البائع منعه من قبضه. لكن إذا كان البائع قد سمح له أن يقبضه وهو الذي تأخر في القبض وتلفت البضاعة قبل أن يقبضها، تكون من ضمان المشتري في هذه الحالة. يعني هذا فرق بين المكيلات ونحوها وغير المكيلات ونحوها. نعم، يعني مثلا إذا باع دارا أو دابة مثلا ونحو ذلك، يعني باع دارا أو دابة، فهذه لا تباع لا بالكيل ولا بالوزن ولا بالزن. نعم. أو عدة. ماشي. نعم. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع بذلك. الآن انتقل إلى كيفية القبض، يعني كيف يكون المشتري قد قبض البضاعة، كيف يكون المشتري قد قبض البضاعة. فيقول: إذا كانت البضاعة بيعت بكيل يبقى قبضها بأن تكال، يعني هو تعرفون كيل هذا القياس للحجم، يعني فمثلا بيكون عندنا المد اللي هو ملء الكفين، وبعدين أربعة أمداد تكون صاعا، وبعدين هناك معايير أكبر من الصاع. فإذا هو يشتري بالكيل، فاشترى مثلا 100 صاع تمرا، يبقى قبضها بأن يكيل من عند البائع عنده الضمور، فيحضر صاعا ويكيل 100 صاع، فيكون بهذا قد قبضها. وما كان يباع بوزن فقبضه بأن يزنه، شيء يباع زي مثلا كيلو جرام هذا يعتبر وزنا، يعني اللي يباع بالكيلو جرام مثلا هذا وزن، اللي يباع باللتر مثلا هذا يعتبر ايه كيل، يعني ونحوه. يعني يعني ممكن مثلا لتر الماء وزنه غير لتر الحليب، غير لتر مثلا العسل، غير لتر حسب كل ايه شيء. اذا كيل قد تختلف اوزان المكيل، فما كان يباع بالكيل ف قبضه بأن يكال، وما كان يباع بالوزن قبضه بأن يوزن، وما كان يباع بالعد فقبضه أن يعده، وما كان يباع بالزرع فقبضه أن يزرعه. ثم قال: وفي صبرة وما ينقل بنقله. وفي صبرة، الصبرة هي الكومة، الصبرة هي الكومة مثلا من كومة من إيه من طعام ونحوه. فما كان في صبرة فقبضها بأن إيه بأن تنقل هذه الصبرة، يعني كومة الطعام هذه فقبضها بأن ينقلها عن المكان التي هي فيه أو الذي هي فيه. ثم كذلك ما ينقل فقبضه بنقله. ما ينقل، قال الشارح مثلا ايه كثياب وحيوان،
كثياب وحيوان. فبيع الثياب هذه مما تباع تغير الكيس، وإنما فقدت الثياب بأن ينقلها عن المكان الذي بيعت فيه، وكذلك الحيوان. وما يتناول قال كالجواهر والأثمان بتناوله، ما يتناول كجواهر وكذهب وفضة، الأثمان الذهب والفضة، فقبضه بأن يتناوله، يأخذه يتناوله، يعني التناول والأخذ باليد. نعم. من البائع إلى المشتري. نعم، القبض هو نقل الشيء من البائع إلى المشتري، لكن بالترتيب الذي مر ذكره. قال: وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، وغير ما ذكر بتخليته، يعني غير ما ذكر، قال كالعقار والثمار التي على الأشجار، كالعقار والثمار التي على الأشجار. فيكون قبضه بتخليته، يعني أن البائع يخلي بين المشتري وبينه، فبلا حائل، يعني لا يمنعه منه. فمثلا قبض الدار بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها ونحو ذلك، فيكون المشتري قد قبض الدار، لأن فتح له البائع الدار وسلمه أو سلمه مفتاحها، فيكون بهذا قد قبض الدار. قال: والإقالة فسخ. قال: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. قال: والإقالة فسخ، الإقالة يعني اللي هي إلغاء التعاقد، إلغاء التعاقد، فتعتبر فسخا، يعني لا تعتبر بيعا جديدا، يعني لا تأخذ أحكام البيع، يعني إذا المشتري اشترى الشيء وأصبح في حوزة المشتري ثم طلب من البائع أن يقيله، يعني أن يلغي هذا التعاقد، ندم المشتري على شراء البضاعة أو ندم البائع على بيع البضاعة، يعني قد يطلب أحد الطرفين من الآخر أن يقيله، البائع بعد ما باع مثلا داره أو سيارته ندم على ذلك، فطلب من المشتري أن يقيله وأن يرد له السيارة ويرد له الثمن، أو المشتري بعد أن اشتراها ندم على ذلك ورغب في رد البضاعة وأخذ الثمن، حتى لو لم يكن بينهم خيار شرط، ولا كانت السلعة معيبة، ولكن هناك مواضع يكون فيها إلزام لأحد الطرفين برد السلعة أو رد الثمن، المواضع التي فيها الخيار، سواء خيار المجلس أو العيب أو الشرط أو كذا إلى آخره، لكن هناك مواضع ليس فيها خيار، يعني البيع وجب ولزم العقد، ولكن أحد الطرفين ندم بعد التعب، فيجوز للنادم من الطرفين أن يطلب الإقالة، ويستحب للطرف الآخر أن يقيله وأن يجيبه إلى طلبه، لما جاء في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقاله الله عثرته، أو أقال الله عثرته يوم القيامة، عثرته يوم القيامة، وهو حديث صحيح. وكذلك رواه أبو داود أيضا، يعني رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد في مسند الكبير. فإذا يقول: والإقالة فسخ، يعني لا تأخذ أحكام البيع الجديد، وإنما هي فسخ، تجوز قبل قبض المبيع، تجوز الإقالة قبل قبض المبيع. يقول: حتى لو كان المبيع مكيلا، حتى لو كان المبيع مكيلا، يعني الآن الصورة الآن مثلا أن زيدا اشترى من عمرو 100 صاع من التمر ب1000 دولار، خلاص، وأعطاه 1000 دولار واشترى 100 صاع من التمر، لكن لم يكلها بعد، لم تنتقل إلى حوزته. طيب الآن لم يقبضها المشتري، لم يقبض البضاعة، هل يجوز له أن يبيع
هذا التمر قبل ان يقبضه لا يجوز ان يبيعه قبل ان يقبضه. طيب اذا اراد ان من البائع ان يقيله، المشتري ندم على الشراء واراد من البائع ان يقيله قبل ان يقبض البضاعه، قبل ان يقبض التمر، قال له ايه معلش انا يعني ندمت على هذه الصفقه وحصلت لي ظروف وانا مضطر الى محتاج الى المال الذي اعطيتك اياه فاقلني، فيرد له الايه الالف دولار مع انه لم يقبض البضاعه، فرغم انه لا يجوز له ان يتصرف فيها لكن تجوز الاقاله، لان الاقاله ليست بيعا ولا يجوز ان يبيع هذا التمر لشخص اخر قبل ان يقبضه من الاول، لكن يجوز ان يقيله البائع قبل القبض بمثل الثمن، بنفس الثمن الذي كان يعني دفعه يرده له كامله. ثم قال ولا خيار فيها، قال ولا خيار فيها يعني لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه، يعني إذا البائع قال أقلتك خلاص لزمت الإقالة وأصبح العقد ملغا، ليس له بعد ما يقيله بعدين قبل انفضاض المجلس يقول له لا رجعت عن الإقالة، لا إذا أقاله خلاص لزمت الإقالة، وليس له أن يقيله ويضع له شرطا عددا معينا من الأيام أو الأسابيع، يقول له خلال هذه الفترة ممكن أن أرجع عن هذه الإقالة، لا الإقالة إذا تمت لا خيار فيها لا في المجلس ولا خيار شرط، لأنها هي ليست بيعا. قال ولا شفعة، ولا شفعة الإقالة أيضا ليس فيها شفعة، موضوع الشفعة هذا موضوع يعني له تفصيلات سيأتي ذكرها، يعني خلاصته أن يكون للإنسان حصة على المشاع في ملكية مثلا عقار ونحوه، فإذا أراد أن يبيعه وله شريك حصة على المشاع يعني العقار غير مقسوم، غير مقسوم يعني ما فيش حدود ولا طرق تفصل نصيب زيد عن نصيب عمرو، وإنما مثلا زيد يملك ربع العقار، بس ربع العقار أي ربع فيه للأيمن ولا الأيسر ليس مقسوما، ممكن العقار مثلا الجهة اليمنى فيها غرفة النوم، الجهة اليسرى فيها دورة المياه، هو ليس له ربع محدد، هو له ربع العقار على المشاع، أو قطعة أرض مثلا له ربعها على المشاع، هي غير مقسومة ولا محدودة، فإذا أراد أن يبيع نصيبه من أو حصته لغريب جاءه عرض مثلا بمئة ألف دولار لشراء مثلا حصته في العقار، فأراد شريكه في العقار أن يشتريه بنفس الثمن ونفس صفته، إن كان يعني بثمن عاجل يشتريه معجلا، إذا كان بثمن مؤجل يشتريه مؤجلا، فشريكه له الحق وله الأولوية في أن يشتري حصة نصيب شريكه قبل الغريب، حتى لو اشتراه غريب بدون علم شريكه له أن يفسخ هذا التعاقد ويشتري بمثله، بس بشرط أن يقدم نفس العرض أو أفضل منه، لكن إذا كان يقدم عرضا أقل لا يجبر شريكه على على الشفعة في هذه الحالة. فيقول في موضوع الإقالة يعني لو شخص مثلا باع حصة أو اشترى حصة في عقار وبعدين ندم وأراد فسخ البيع بالإقالة، فليس للشريك أن يقول أنا أولى، وأنا يعني في حالة الإقالة لا شفعة، اللي اشترى شيء يرده حتى لو كان مثلا حصة على المشاع في عقار أو كذا ويسترد الثمن ولا شفعة فيه. يعني إذا تمت الإقالة، إذا تمت الإقالة فورا ليس فيها خيار الشرط، لكن إذا هو مثلا لم يقله على الفور وإنما يعني أراد أن يتفكر ثم عندما يتخذ قراره بقبول الإقالة فيقبل الإقالة، يعني المهم عندما يقبل الإقالة
تتم على الفور ولا يكون هناك خيار لا في المجلس ولا شرط ولا غيره. قال باب الربا والصرف. باب الربا والصرف. الشارح هنا يقول الربا لغة الزيادة وشرعا زيادة في شيء مخصوص. قال تعالى وحرم الربا. والصرف بيع نقد بنقد. والصرف بيع نقد بنقد. والربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. يعني الأصل في هذا الباب بعد ما ورد فيه من الآيات الكريمة في تحريم الربا فصله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بحديثه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. البر اللي هو القمح أو الحنطة قال له بر وقمح وحنطة. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. مثلا بمثل يدا بيد. فهنا عين النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصناف يجري فيها الربا. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم. رواه أحمد ومسلم. فهنا هذه الأصناف أو الأجناس التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها الربا. طيب إذا بادل مثلا برا ببر. إذا بادل برا ببر فهنا يشترط شرطان اللي هما مثلا بمثل ويدا بيد. مثلا بمثل يعني نفس المقدار كيلا. مثلا برا ببر يبادل قمحا بقمح فإذا صاع بصاع. طب ما الفائدة مثلا ممكن صاع قمح من نوع مع صاع من نوع آخر من القمح ونحو ذلك يعني فيكون هناك مصلحة للطرفين في مبادلة هذا القمح بهذا القمح لكن لابد أن يكون مثلا بمثل صاع بصاع وأن يكون يدا بيد يعني في نفس المجلس في نفس المجلس. لكن إذا اختلفت هذه الأصناف كما ورد في بعض ألفاظ الحديث قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا أراد أن يبادل برا بتمر مثلا يبادل قمح بتمر هل يشترط أن يكون صاعا بصاع؟ لا ممكن يبادل مثلا صاعا من التمر بصاعين من القمح. يجوز أن يبادل صاعا من التمر بصاعين من القمح لكن لا بد أن يكون في نفس المجلس. لا بد أن يكون في نفس المجلس. يشترط هنا يدا بيد ولكن لا يشترط مثلا بمثل. لا يشترط نفس المقدار كيلا طالما اختلفت الأصناف. إذا اتحد الجنس يعني بر ببر يشترط شرطان مثلا بمثل ويدا بيد نفس الكمية وفي نفس المجلس. أما إذا كان أحد الأجناس الربوية بجنس ربوي آخر كتمر ببر مثلا أو شعير بملح فهنا لا يشترط أن يكون صاعا بصاع. ممكن يعطي صاعا من هذا النوع بخمسة أصع من النوع الآخر لا يضر ذلك لكن يشترط أن يكون يدا بيد يعني في نفس المجلس يتم التقابض في نفس المجلس. طيب هنا عندما نقول ربا الربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل إذا بادل مثلا صاع بر بصاعي بر يبقى هذا ربا ايه؟ فضل. إذا بادل صاع بر بصاعي بر يبقى هذا يعتبر ربا فضل فيه زيادة. وربا النسيئة اللي هو عدم التقابض في المجلس يعطيه مثلا صاع بر الآن ويأخذ بدله صاع بر بعد شهر أو بعد أسبوع يبقى هذا ايه؟ ربا نسيئة. وقد يجتمعان يكون ربا فضل ونسيئة في نفس الوقت أنه يعطيه مثلا صاع بر الآن ويأخذ بدله صاعين من البر بعد شهر يبقى هذا اجتمع فيه أنه ربا فضل لأنه صاع بصاعين واجتمع فيه أيضا أنه ربا نسيئة لأنه
لم يحصل تقابض في نفس المجلس. طبعا يستثنى من مسألة الربا القرض، يعني هذا يأتي توضيحه في باب مستقل في أحكام القرض، يعني يكون المقصود به الإرفاق والإحسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه الأصناف الربوية الستة. فقال المؤلف هنا: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يحرم ربا الفضل، يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، يعني عند بيع مكيل بجنسه أو موزون بجنسه فهذا يحرم فيه ربا الفضل. المكيلات مثل الايه، مثل القمح مثلا، قمح بقمح، فهذا مكيل بمكيل، فلا بد ان ايه، ان يحصل فيه التساوي في الكيل، والا صار ربا فضل. اذا بدل صاع بصاعين صار ربا فضل. فقال: يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه. الشارح هنا يوضح يقول: مطعوما كان كالبر او غيره كالاشنان. الاشنان هذا نوع من الصابون، صابون البودر كده، يعني مثل الصابون الذي يكون على شكل بودره او مطحون، فنوع من المنظفات كده. كان هذا يباع كيلا، كان يباع كيلا يسمى الاشنان، فيشتري صاعا من الاشنان مثلا. فالاشنان هذا صابون، هذا مكيل ولكنه ليس مطعوما، ليس مطعوما، لأن الفقهاء اختلفوا في علة تحريم الربا، هل هي الكيل والوزن أو هي الطعم أو هي اجتماع الكيل والوزن مع الطعم، أو وكذلك بالنسبة للذهب والفضة، هل العلة فيهما الوزن أو العلة فيهما الثمنية أنها أثمان أو إلى غير ذلك يعني. فهنا يقول يعني الروايات المعتمدة في المذهب هنا أنه المكيل إذا بيع بجنسه يحرم فيه ربا الفضل، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، فالأشنان يجري فيه الربا لأنه مكيل، فإذا مجرد كونه مكيلا يجري فيه الربا. فإذا بيع بجنسه يعني أشنان بأشنان، مش مثلا أشنان ببر، إذا بيع أشنان ببر لا يحرم ربا الفضل فيه، ممكن يبيع صاع أشنان بصاعين بر يحل ذلك، لكن إذا كان بنفس الجنس يعني صاع أشنان بصاع بأشنان لابد أن يكون صاعا بصاع، مثلا بمثل، لو باع صاع أشنان بصاعين يبقى هذا فيه ربا. الأشنان نوع من مثل الصابون، يعني منظفات، مادة منظفة تكون مطحونة، يعني مثل البودرة كده مطحونة كالدقيق، وتستعمل في التنظيف يعني. ما هو هذا مقيس عليها، لأنه هنا يأتي مسألة القياس. طبعا الظاهرية تمسكوا بالإيه، بأنه لا ربا إلا في الأصناف الستة التي نص عليها في الحديث. الأئمة الأربعة يرون القياس، يأخذون بالقياس أنه لا يقتصر الربا على الأصناف الستة المذكورة، ولكن يقاس عليها ما شاركها في العلة. لكن هنا حصل الخلاف، هل العلة أن هذه الأشياء مطعومات فيقاس عليها كل مطعوم بغض النظر عن كونه مكيلا أو موزونا أو لا، بعض الفقهاء يقول هذا، أو لأنها موزونات ومكيلات فيقاس عليها الموزونات والمكيلات حتى لو لم تكن مطعومة، فهذا الذي يعني أخذ به الحنابلة أو المعتمد هنا أنه لابد أن يكون مكيلا أو موزونا، فعند مبادلته بنفس الجنس يحرم ربا الفضل. إذن إذا اتحد الجنس وكان مكيلا اتحد في أنه مكيل يبقى يحرم ربا الفضل إذا كان نفس الجنس بغض النظر عن كونه مطعوما أو غير مطعوم.
وفي كل موزون بيع بجنسه، سواء كان مطعوما كالسكر أو لا كالكتان. الكتان كان يباع بالوزن، السكر يباع بالوزن. فقال إذا باع سكرا بسكر يبقى لابد من اتحاد الوزن، لابد من اتحاد الوزن، يبيع كيلو سكر بكيلو سكر مثلا، فلا بد من التساوي في الوزن، لأن طالما اتحد الجنس سكر بسكر يبقى إذن لابد أن يكون مثلا بمثل وزن هنا، لأنه موزون. إذا يبيع كتان بكتان فهذا موزون بموزون، فلا بد من التساوي في الوزن. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي مر ذكره: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. هذه الأصناف المذكورة في الحديث، منها الذهب والفضة كانت تباع، يعني يتعامل فيها بالوزن، في الذهب والفضة كانت تعامل فيها بالوزن، وأما البر والشعير والتمر والملح كانت تعامل فيها بالكيل، كانت تعامل فيها بالكيل. فإذا كل مكيل أو موزون سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، إذا بدلت نفس الجنس، يعني مثلا بر ببر، يبقى لابد أن يتساوى المكيال. إذا كان موزونا مثل سكر بسكر لابد أن يتساوى الوزن. وسأذكر بعد ذلك يعني أن مرد الكيل لعرف المدينة ومرد الوزن لعرف مكة. يعني ما كان يباع كيلا في المدينة فإذا أحكام الربا فيه تتعلق بالكيل، وما كان يباع وزنا في مكة فأحكام الربا فيه تجري بالوزن. فالأشياء التي يعني توزن تباع وزنا في مكة يجري الربا فيها من جهة الوزن، وتبادل بعضها ببعض لابد من تساويها في الوزن. وما كان يباع كيلا في مكة لابد أنه عند مبادلته بنفس الجنس أنه يكون مساويا له في الكيل. واضح؟ طيب. قال ويجب فيه الحلول والقبض، ويجب فيه الحلول والقبض، يعني من الجانبين، أن يكون حالا لا يكون أحد، يعني أحد العوضين مؤجلا. يعني تبيع تمرا بتمر لابد أن يكون التمر حاضرا، العوضان يكونان حالين حاضرين، وأن يتم التقابض في المجلس، يسلم ويستلم. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. إذن لا يباع مكيل بجنسه وزن، يعني مثلا التمر، التمر في العرف أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة رضي الله عنهم التمر كان يباع كيلا لا يباع وزن. فإذن عند مبادلة تمر بتمر لابد من اتحاد الكيل، لا يصح أن يباع تمر بتمر وزنا، حتى لو تساوي في الوزن يكون ربا، لأنه قد يحصل تساو في الوزن ولا يكون هناك تساو في الكيل. واضح؟ يعني إذا باع التمر، تمور أنواع، في تمور مثلا يعني أصناف وأنواع، تمر السكري وتمر البرحي ومش عارف كده إيش عندكم أصناف هناك؟ لا أصناف كده، نعم يقال يمكن أكثر من 1000 صنف، يعني في من التمور أكثر من 1000 صنف، فأصناف كثيرة من التمور. فبعض التمور تكون ثقيلة وبعضها تكون خفيفة. فمثلا إذا بعت كيلو جرام من نوع التمر الثقيل مثلا بكيلو جرام من نوع التمر الخفيف، فهو كيلو بكيلو، أنت وزنت هنا كيلو وهنا كيلو، بس إذا جبت عد الصاع ممكن الكيلو من النوع الثقيل هذا مثلا يعمل نصف صاع، والكيلو من النوع الخفيف يعمل مثلا
3-4 صاع، فأصبح هناك اختلاف في المكيال يعني في الحجم، وإن كان هناك تساو في الوزن. فإذا بيع مكيل بمكيل لابد أن يكون كيلا، لا يجوز أن يباع مكيل بجنسه وزنا. قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. ما كان يباع بالوزن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والعبرة بعرف أهل مكة في الوزن، فما كان أهل مكة تعرف أنه يباع وزنا فلا بد أن يباع، يعني إذا بيع بجنسه يعني سكر بسكر مثلا، يبقى لا بد أن يتساوى الوزن بغض النظر عن اتحاد الكيل أو لا. قال ولا بعضه ببعض جزافا، لا يباع بعضه ببعض جزافا يعني من غير علم بمقدارها، يعني مرات كومة بكومة، يعني لا يصح أنك تبيع كومة تمر بكومة تمر أو كومة سكر بكومة سكر من غير إيه أن بدون يعني أن تكيل المكيل أو تزن الموزون اعتمادا على النظر كده والتقريب من غير معرفة ذلك تحديدا، مقدار ما في هذه الكومة من الآصع إن كان مكيلا، أو من مثلا من الكيلو جرامات إن كان موزونا ونحو ذلك. فقال ولا بعضه ببعض جزافا. قال فإن اختلف الجنس، قال فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، إن اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني جاز الكيل والوزن والجزاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلف الجنس يعني الآن إذا كان يبادل مثلا تمرا بملح أو تمرا بقمح، تمرا ببر أو تمرا مثلا بملح، واضح؟ إذا يجوز أن يبيع تمرا بملح وزنا أو كيلا أو جزافا، يجوز ذلك طالما إيه اختلفت الأجناس. ممكن يبيع كيلو تمر بكيلوين ملح أو صاع تمر بصاعين ملح، ممكن يبيعه بالكيل أو بالوزن، وسواء اتحد أو اختلف، ويمكن أن يبيعه جزافا هذه الكمية من التمر بهذه الكمية من الملح من غير يعني وزنها أو كيلها، كل ذلك جائز. نعم، الجزاف اللي هو يعني عدم الكيل وعدم الوزن، يعني ان هو يكون مثلا كميه يعني زي صبره يعني كومه كده، فيقول له هذه الكومه بهذه الكومه من غير ان يزنها او يكيلها، يعني هذه الكومه فيها كم صاعا ولا يعرف، ممكن يكون عنده خبره انه يقرب كده، يقول له يعني من خلال خبرته ينظر في هذه الكومه يقول هذه تقريبا ممكن تعمل 10 أصع أو كذا، فيبادلها مثلا بكومة أخرى من غير أن يكيلها، فهذا يكون بيع الجزاف، أنه أعطاه هذه الكومة كده على بعض من غير أن يكيلها، وهو لا يعرف كم فيها تحديدا، ولكن يمكن أن يقرب مثلا بالتخمين يعني الحدس أو الخرص. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يعني مثلا إيه؟ قال كبر ونحوه، يعني البر يعتبر جنسا، تحت جنس البر هناك أنواع، يعني زي أنواع من القمح، يعني في مثلا القمح الأمريكي والقمح مثلا إيش تاني أنواع؟ الكندي والصيني والهندي، يعني مثلا انواع من القمح مثلا قد يكون هناك اختلاف في شكلها او مواصفاتها وكذا الى اخره، لكن هو المهم انه ايه كله بر، يعني هذا بر وهذا بر وهذا بر، لكن انه فنقول هذا جنس البر تحته انواع، وكذلك جنس التمر
تحته انواع زي ما ذكرنا في التمر اللي هو مدجول هذا اللي في كاليفورنيا هذا، وتمر مثلا السكري، وتمر مثلا ايش تمر العجوه في المدينه تمر، فهذا كله ايه تمر، فهو جنس واحد اللي هو التمر ويضم تحته انواعا مختلفه. فإذا الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، فالبر جنس تحته أنواع والتمر جنس تحته أنواع ونحو ذلك، والملح جنس تحته أنواع، ملح بحري وملح كذا وملح صخري وملح أنواع من الملح. قال وفروع الأجناس، قال وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان. طيب يعني الآن لو عندنا دقيق قمح ودقيق شعير، دقيق قمح ودقيق شعير، دقيق اللي هو القمح المطحون فهو دقيق، والشعير المطحون دقيق، فالآن دقيق القمح ودقيق الشعير، هل نقول هو جنس واحد دقيق بدقيق؟ ولا ننظر إليه على أنه أجناس شتى؟ أجناس شتى، دقيق القمح هذا تبع جنس القمح، ودقيق الشعير تبع جنس الشعير، لا ننظر إليه على أنه اتحد اسمه دقيق ودقيق، لا، كل واحد هذا فرع، دقيق هذا فرع من إيه؟ من أصله، فدقيق القمح قمح، ودقيق الشعير تبع جنس الشعير. واضح؟ والأخباز كذلك، خبز القمح وخبز الشعير وخبز الذرة لا ننظر إليه على أنه خبز وخبز، فيجوز المبادلة خبز بخبز، يدا بيد ومثلا بمثل، أو يعني لا نعطيه حكم اتحاد الجنس، وإنما نعطيه حكم ما اختلفت أجناسه، فخبز خبز شعير وخبز قمح يعتبران جنسين مختلفين، عند مبادلتهما هل يشترط يدا بيد ومثلا بمثل، أو يشترط فقط يدا بيد؟ يشترط يدا بيد فقط، إذا تبادل خبز قمح بخبز شعير عندك شرط واحد وهو يدا بيد، لا يشترط مثلا بمثل. حاضر. قال والأخباز والأدهان، والأدهان زي الدهن مثلا زي زيت الذرة وزيت الزيتون وزيت كذا وكذا إلى آخره، فما يستخرج يعني من دهن أو زيت من بعض الأنواع ومن نوع آخر، فلا نقول إنك تبادل هنا زيتا بزيت فيكون يدا بيد ومثلا بمثل، لا، ننظر إلى أن زيت الذرة تبع جنس الذرة، وزيت الزيتون تبع جنس الزيتون، وزيت كل نوع من الزيوت تابع لأصله، فكل زيت تابع للجنس الذي أخذ منه، فعند المبادلة هنا لا نقول يدا بيد ومثلا بمثل، وإنما يكفي فقط يدا بيد، لا يشترط التماثل. قال واللحم أجناس باختلاف أصوله، واللحم أجناس باختلاف أصوله، يعني عند مبادلة لحم بلحم، هناك لحم بعير غير لحم البقر غير لحم الغنم، فهذه أجناس، إذا تبادل لحم بعير بلحم بقر هل يشترط يدا بيد ومثلا بمثل، أو يشترط فقط يدا بيد؟ يدا بيد فقط، لا تقول والله هذا لحم بلحم، لا، هذا لحم لكن إيه؟ هذا من جنس الإبل، واللحم الثاني هذا من جنس البقر، فالآن اختلفت الأجناس باختلاف أصوله. وكذا اللبن، برضو لبن الإبل غير لبن البقر غير لبن الغنم، إذا بدلت لبنا بلبن إذا كان من نفس الجنس يبقى لابد من اتحاد الإيه؟ يدا بيد ومثلا بمثل، إذا كان لبن بقر بلبن بقر يبقى يدا بيد ومثلا بمثل، لكن لبن بقر بلبن إبل أو غنم يبقى هنا يشترط يدا بيد بس، لا يشترط مثلا بمثل. واللحم
واللحم وش قال وكذا اللبن واللحم والشحم عندنا والشحم ما فيش واللحم لأن اللحم كأنها مرت من قبل اللحم مرت واللحم والشحم وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس نعم يعني هنا قال لأنها مختلفة في الاسم والخلقة لأنها مختلفة في الاسم والخلقة نعم يعني المسألة اللي قبلها يقول واللحم أجناس باختلاف أصوله هنا في هذه المسألة أنه حتى لو اتحد يعني من جنس مثلا البقر لحم البقر عند مبادلته بشحم البقر أو كبد البقر فهي أجناس أو بلبن البقر يعني ما ننظرش أنها كلها بقر فتكون يدا بيد ومثلا بمثل لا نعتبرها أجناسا حتى ولو من حيوان واحد نعم لا بأس بالتفاضل فيها حسنا قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه قال ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه يعني لا يصح أن يبيع مثلا كمية من لحم البقر ببقرة أو كمية من لحم الغنم بشاة يعني ما ينفعش يبادل يعني فلا يصح بيع لحم حيوان بحيوان من جنسه لأنه في هذه الحالة سيكون هناك اختلاف يعني في لا يمكن ضبط التماثل في هذه الحالة ولما ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان قال ويصح بغير جنسه يعني يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه قال كلحم ضأن ببقرته ممكن يبادل بقرة حية بلحم ضأن بلحم ضأن يعني مذبوح ومقطع فيبيع مثلا بقرة مثلا وزنها مثلا 200 كيلو جرام يبيعها مثلا ب100 كيلو جرام من لحم الغنم مثلا أو نحو ذلك يجوز قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه يعني الآن بيع حب القمح بدقيق القمح قال لا يجوز بيع حب القمح بدقيق القمح لأنه لا يمكن ضبط التماثل يعني حتى لو أتى بصاع من القمح بصاع من الدقيق فالقمح هذا الحب عندما يطحن ويزال عنه قشره ويصبح دقيقا سيكون مقداره ما في صاع القمح مقدار ما فيه من الدقيق سيكون أقل مما في صاع الدقيق طيب لو قلنا مثلا طيب لو صاع ونصف قمح هو بيعمل صاع دقيق برضو لا يجوز أن يبادل صاع دقيق بصاع ونصف قمح لأنه أصبح هناك تفاضل إذن لا صاع قمح بصاع دقيق ليس فيه تفاضل لأن صاع القمح في كمية دقيق أقل من هذا ولا صاع قمح ولا صاع دقيق مثلا بصاع ونصف قمحا حتى لو كان يتوقع أن يخرج منها مثلا صاع دقيق لأنه سيصبح هناك تفاضل أيضا فلا يصح بيع حب بدقيقه ولا سويقه والسويق هو كأنه دقيق يحمس أو يحمر يحمص يعني في النار يوضع في مقلاه او كذا ويحمص في النار فبيع الحب لا يباع الحب بدقيقه ولا سويقه
للدقيق يعني من غير حمص ولا سويق يعني ولا الدقيق المحمص. ولا نيئه بمطبوخه، لا يجوز بيعه النيئ بالمطبوخ. نعم نعم، في سؤال؟ النيئ الشيء النيئ اللي هو النيئ اللي هو غير مطبوخ، اللي عكس المطبوخ يعني. اللي هو عكس المطبوخ يعني اللحم قبل ان يطبخ فهو نيئ. فقال ولا نيئه، نعم في النسخه عندنا ولا نيئه بمطبوخه، النيئ هو النيئ يعني النيئ او ولا نيئه بمطبوخه. ف يعني قال فلا يباع النيء بالمطبوخ. قال كالحنطة بالهريسة والخبز بالنشاء بالنشاء، لأن النار تعقل أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. قال وأصله بعصيره، قال كزيتون بزيت، يعني كبيع الزيتون بزيت الزيتون، هذا إيه بيع الأصل بالعصير. وخالصه بمشوبه، قال كحنطة فيها شعير بخالصه يعني بالشعير الخالص، لا يباع الخالص بالمشوب، يعني شعير خالص بشعير مشوب يعني مخلوط بحنطة. ورطبه بيابسه، قال ورطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. بيع الرطب بالتمر، تعرفون البلح يعني عندما يكون رطبا تنفصل عنه قشرته، لا يباع بتمر اللي هو اليابس. والعنب لا يباع بالزبيب، العنب رطب والزبيب يابس. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة، يجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة، يعني يجوز بيع دقيق قمح بدقيق قمح إذا كان الطحن إيه متساوية نفس درجة النعومة فيجوز. فيقول لا يجوز بيع دقيقه، قال الشارح دقيق الربوي يعني دقيق الأصناف الربوية بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، قال الشارح كسمن بقري بسمن بقري مثلا. السمن يعتبر إيه فيه طبخ يعني، يعني واضح الزبدة يعني التي تخرج من اللبن فتوضع على النار حتى تنفصل انفصل سمنها يعني، فالسمن مطبوخ. فقال كسمن بقري بسمن بقري، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. يعني قال فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترك، يعني الخبز قد يباع وزنا مثلا فتبيع رطلا من خبز برطلا من خبز أو كيلو خبز بكيلو خبز، لكن إذا كان أحدهما رطبا والآخر يابسا لا يصح، لكن إذا استوي في النشاف جاز. قال وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، يجوز بيع العصير بالعصير، عصير الصنف الربوي بعصير الصنف الربوي، يعني كزيت زيتون بزيت زيتون، أو ماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه، يعني عصير عنب بعصير عنب يجوز، ويجوز بيع رطبه برطبه كالرطب بالرطب والعنب بالعنب يجوز. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه يعني مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه. طيب مثال ذلك، هذه مسألة مشهورة يعني تعتبر من المسائل الملقبات اللي لها ألقاب كده في الفقه، اللي مسألة مد عجوة. قال مسألة مد عجوة، مرات الفقهاء يمثلون بها كثيرا. ف
فهذه المسألة يعني هي إيه؟ أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين، أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين. طب هو الدرهم بالدرهمين هذا يعتبر إيه؟ الدرهم فضة، الدرهم عبارة عن قريب من 3 جرامات فضة، فإذا باع درهما بدرهمين هذا يكون ربا، صحيح؟ فبعضهم يحتال على الربا أنه يبيع درهما ومد عجوة، المد اللي هو ملء الكفين كده من العجوة، فيبيع درهما ومد عجوة بدرهمين، فهنا يكون إيه؟ باع ربويا بجنسه ومعه من غير الجنس، يعني باع فضة بفضة، فضة بالفضة من الأصناف الربوية، فباع فضة بفضة لكن مع أحد العوضين ما هو من غير جنسه، يعني فضة بفضة وتمر، فضة بفضة وتمر، فهذا قال إيه؟ لا يباع، ربوي بجنسه. طيب قال أو بمدة عجوة، يعني ممكن أيضا لو باع درهما ومد عجوة بمدة عجوة، إذا باع درهما ومد عجوة بمدة عجوة، يعتبر هنا باع تمرا بتمر ومع أحدهما إيه؟ مع أحد العوضين درهم، باع تمرا بتمر مع التفاضل، يعني هنا مد عجوة وهنا مدين عجوة، فهناك تفاضل بينهم، بس جبر هذا التفاضل بدرهم، فقال لا يجوز هذا، أو يبيع درهم بدرهمين، فهذه فضة بفضة مع التفاضل، بس جبر حل هذا التفاضل بأن هي الجهة الأقل رح حط فيها مد عجوة، فهذا لا يجوز. قال أو بمد ودرهم، حتى لو باع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أيضا لا يجوز، مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم صفقة واحدة لا يجوز، لو مد عجوة وحده بمد عجوة ماشي، درهم وحده بدرهم ماشي. دليل ذلك ما رواه أبو داود عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل ب9 دنانير أو 7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما، والحديث في صحيح مسلم. قال فرده حتى ميز بينهما، فرده حتى ميز بينهما، نعم. فهنا يعني قلادة فيها ذهب وفيها فصوص من غير الذهب، باعها بذهب فأصبح هناك تفاضل في الوزن، يعني كمية الذهب هنا مع كمية الذهب هنا هناك تفاضل في الوزن، وفي أحد الجانبين فيها فصوص مع الذهب، فقال لا حتى تميز بينها، افصل اخرج الفصوص وشوف وزن الذهب صافيا كم، وخذ ايه ذهبا يقابله يساويه في الوزن. قال ولا تمر بلا نوى، ولا وصلنا الشارح يعني نبه على مساله، قال إن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، يعني إذا كان الشيء اللي هو من غير الربوي كان شيئا يسيرا لا يقصد في البيع، يعني ولا لا أهمية له، الثمن لا يختلف بوجوده أو عدمه، كخبز فيه ملح بخبز مع اتحاد الوزن في النهاية، والملح هذا وزنه يسير ولا وليس مقصودا في البيع فيختفر. قال ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى، لا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى، إذا باع تمرا بلا نوى لا يباع بتمر مع النوى،
نفس الحكم انه لا يحصل هنا التماثل، لابد ان يكون مثلا بمثل. فالتمر اللي بالنوى والثاني تمر بلا نوى حتى لو باع صاعا بصاع لا يكون هناك تماثل. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى. يعني تلاحظون هنا عندنا مسألتين، مسألة تمر بلا نوى وتمر بنوى، هذا لا يجوز لأن يدخل فيها تمر بتمر وهذا لا يجوز لعدم التماثل، والتمر من الأصناف الربوية. لكن لو باع نوى بتمر فيه نوى، نوى بتمر فيه نوى، قال يجوز. ويباع النوى بتمر فيه نوى، هنا يجوز هذا لأن ما فيهوش تمر بتمر، يعني التمر في أحد الجانبين، التمر مع النوى في أحد الجانبين والجانب الآخر فيه نوى فقط ما فيهوش تمر. قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يعني يجوز أن يباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، بشاة ذات لبن وصوف. قال لأن النوى في التمر واللبن واللبن والصوف في الشاة غير مقصود. يعني الذي يبيع نوى بتمر فيقول هنا التمر الذي فيه نوى، النوى الذي فيه غير مقصود، وقصد أن يبيع نوى بتمر، وكون النوى اللي جوه التمر هذا ليس مقصود. وإذا باع لبنا وصوفا بشاة فالمقصود هنا هو الشاة وليس المقصود ما في الشاة من لبن وصوف، فيجوز ذلك. فائدة النوى شيخ؟ نعم؟ النوى يعرفونه للخيل، الخيل كان يعرفونها النوى، وفي حديث أسماء قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير تعرف فرسه أو كده، أو يعني يستعمل علفا لبعض البهائم أو شيء. ربما يطحنونه ربما كده، لا أعرف والله، يعني له بعض استعمالات عندهم يعني في إطعام الحيوان أو كده وما بعد. يستعملون في الزراعة يعني قد يكون له استعمالات معينة يحتاج إلى كمية نوى لغرض ما. قال هنا ضرب الشارح بعض الأمثلة الأخرى، قال يعني أيضا إيه من أمثلة ذلك، كدار مموه سقفها بذهب، بذهب لو اشترى دارا والدار هذه فيها التمويه يعني بالذهب، يعني مطلية سقفها مطلي بالذهب، فباع الدار بدنانير ذهبية، فالذهب الذي في الدار ليس مقصودا، يعني هذا يسمى تابعة. هذه كلها يعني أكثر هذه المسائل تدخل في قاعدة إيه؟ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصيل أو في المستقل أو في المتبوع. فهنا يعني الذهب الذي في الدار يعني هو بيع معها تبعا، لو أنه بيع الذهب بالذهب كان لابد من التماثل والتقابض وكذا، لكن الذهب اللي هو في موه به سقف الدار فهذا تابع ليس مقصودا، يعني في البيع المقصود في البيع هو الدار، وهذا جاي شيء على سبيل التبع فيغتفر هنا، لا يعتبر أن يبادل ذهبا بذهب ويبادل ذهبا بدار. يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصيل أو في المستقل، لا يعني يعبرون عنها التعبيرات المختلفة
فيقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصيل، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المستقل، أو ما لا يغتفر في المتبوع. بعضهم يعبرون عن القاعدة يقولون التابع تابع، بس يقول التابع تابع، يعني له أحكام غير أحكام الشيء المستقل. فحاضر ده، فقال يعني كذلك درهم فيه نحاس بمثله، يعني زي مثلا الذهب اللي هو عيار 18 مثلا، وبيكون فيه مثلا عيار 18 مثلا بيكون فيه يعني من كل 24 قيراطا مثلا بيكون فيها 18 ذهبا وثلاثة أو مثلا إذا هو يعني عيار 18 مثلا من 24 فيبقى إيه 18 فيها 6 مثلا من النحاس و 18 من الذهب مثلا. فعند المبادلة مثلا ذهب عيار 18 بذهب عيار 18 بنفس الوزن، فالنحاس هنا تابع ليس مقصودا يعني. نعم. طيب يقول طيب إذا كان النحاس تابع وليس مقصودا لماذا أخرج الخصوص هذا الرجل انها يعني بالنسبه لل لانها كانت تخل بمعرفه مقدار وزن الذهب، يعني اذا كان العقد مثلا فيه فصوص تؤدي الى انقاص، وهو فرق لما فرق بين اليسير وغير اليسير الذي لا يقصد غير الكثير الذي يعني يكون مقصودا او يخل بوزن الذهب الاصلي وكذا. ثم قال ومرد الكيل لعرف المدينة، قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. واضح؟ فإذا يعني كيف نعرف أن هذا الصنف مكيل حتى نبيعه بمثله كيلا، أو نعرف أنه موزون حتى نبيعه بمثله وزنا، حتى نحكم أصلا أنه صنف ربوي اعتمادا على أنه مكيل أو موزون؟ فقال العبرة في هذا بما كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المكيلات ننظر إلى عرف أهل المدينة، كل ما كان يباع كيلا في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل، وما كان يباع وزنا في مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موزون. طيب وما لا عرف له في مكة والمدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى العرف في موضعه، العرف الأشياء التي لا عرف فيها سابق، فينظر الآن مثلا هو سيبيع هنا مثلا في مدينة معينة أو بلدة معينة، يشوف بعرف هذه البلدة هذا الشيء يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع بطريقة أخرى، ينظر إلى عرف إيه البلد التي هي فيها التي يتم فيها التعاقد والبيع، إذا لم يكن فيها عرف زمن النبي عليه الصلاة والسلام بمكة والمدينة. ثم قال فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، قال الشارع وهي الكيل والوزن، علة ربا الفضل هي أن يكون مكيلا أو موزون، ليس أحدهما نقدا، يعني ليس أحد الجنسين نقدا، لأنه لو كان يبيع مثلا حديدا بدراهم أو دنانير مثلا هنا يجوز النساء، يجوز النسيئة، لأنه يعتبر من باب الثمن بالمسمى، يعني عند الشراء بذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير، شراء صنف ربوي بدراهم أو دنانير يجوز النسيئة، يعني ممكن إنسان يبيع بيعا مؤجلا ويمكن بيع السلم، صحيح؟ يعني ممكن يعني يمكن أن يبيع بيعا مؤجلا
إذا كان الثمن نقودا أو يبيع بيع سلة ويدفع النقود مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا، ففي الثمن بالمسمى يجوز المسيل. لكن كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، يعني مثلا بر بشعير مثلا عند مبادلة بر بشعير لا بد أن يكون التقابض في المجلس، صحيح؟ بر بشعير لا بد أن يكون التقابض في المجلس، بر بتمر لا بد أن يكون التقابض في المجلس. لا يهم التماثل، لا يلزم التماثل عندما اختلفت الأجناس، يعني مش بر ببر، مرة بنا إذا بر ببر يبقى لازم إيه يدا بيد ومثلا بمثل. طب بر بشعير يبقى إيه يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل. طيب بر بذهب لا يشترط يدا بيد، لأن الذهب إيه أثمان، يعني زي بيبيع بر بدراهم ودنانير بذهب أو فضة، لا يشترط التقابض ولا التماثل، لا يشترط أن يبيع مثلا يعني كيلو بر كيلو ذهب، لا يشترط التماثل لا في وزن ولا في كيل، ولا يشترط التقابض في المجلس. يمكن أن يكون بيع سلم ويعطيله يعطيه مثلا 10 دنانير نقدا في المجلس على أنه يحضر له برا فيما بعد. إذا كان أحد العوضين نقدا يبقى لا يشترط التقابض في المجلس، إذا كان أحد العوضين نقدا، فقال ليس أحدهما نقدا، إذا كان أحد العوضين نقدا لا يشترط التقابض في المجلس، أحد العوضين نقدا والآخر صنف ربوي. لكن إذا كان يعني جنس ربوي بجنس ربوي وليس أحدهما نقدا لابد من التقابض في المجلس، وإلا صار ربا نسيء. قال كالمكيلين والموزونين، كالمكيلين والموزونين، قال ولو من جنسين. المثال ذلك لو باع برا بشعير ولم يتقابضا في المجلس يعني بطل البيع. إذا باع حديدا بنحاس، الحديد موزون والنحاس موزون وليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقودا، فإذا باع حديدا بنحاس هذا موزون بموزون، إذا لم يتقابضا في المجلس بطل البيع وصار ربا نسيء. إذا يعطيه مثلا نصف طن حديد في هذا المجلس على أن الآخر يعطيه مثلا طن نحاس بعد شهر، يبقى هذا ربا نسيء، بطل البيع وكان ربا نسيء. قال وإن تفرق قبل القبض بطل، إذا تفرق قبل القبض بطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، إذا باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ، إذا باع مكيلا بموزون، يعني مثلا الآن لو باع مثلا برا قمحا، القمح هذا مكيل ولا موزون؟ مكيل، باعه بحديد، الحديد موزون، فباع قمحا بحديد، قال يجوز التفرق قبل القبض ويجوز الايه النسب ايضا، جاز التفرق قبل القبض وجازت النسيئة. يمكن التفرق قبل القبض ويسلم مثلا الحديد لاحقا، واضح؟ يعطيه البر الآن ويأخذ الحديد لاحقا أو العكس. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ممكن النساء أو النساء، النساء أو النساء اللي هي النسيئة والتأجيل يعني والتأخير. فيقول ما لا كيل فيه ولا وزن، ما لا يباع بكيل ولا وزن كالثياب والحيوان، كالثياب والحيوان، فهذا يجوز فيه النسيئة، فيجوز أن يبيع البعير بالبعيرين إلى أجل مثلا، يجوز أن يبيع بعيرا ببعيرين إلى أجل، فهذا جائز، يعطيه بعيرا الآن ويأخذ بعيرين بعد شهر.
لا يشترط لا تماثل ولا تقابض لأنها ليست أصنافا ربوية. هو يعطيه ثوبا الآن ويأخذ بدله ثوبين بعد شهر، يجوز هذا. قال ولا يجوز بيع الدين بالدين، ولا يجوز بيع الدين بالدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف رواه الدارقطني لكن اعتمد عليه الفقهاء في هذا الباب. قال وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه، أن يبيع ما في الذمة بثمن مؤجل، يعني شخص في ذمته نقود لآخر فيقول له بدل النقود التي لك في ذمتي خذ بدلها، يستبدلها بشيء آخر مؤجل، بشيء آخر مؤجل، يعني تقول أنت لك في ذمتي مثلا 100 درهم فضة، يكون مثلا إما اقترضها وإما ثمن مبيع وإما كذا، فهو في ذمته هو مدين، مثلا شخص مدين لآخر بمقدار من الفضة، فيقول له بدل 100 درهم من الفضة سأعطيك مثلا 50 دينارا من الذهب مؤجلة بعد، فباع دينا بدين يعني، وله صور يعني ممكن إن شاء الله.